إن إرساء قواعد الأمن والسلام سيفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة وبما يحقق الصمود والاستدامة وخلق فرص العمل في إطار اقتصاد أخضر وتحول رقمي يواكب معايير التنمية. الأمر الذي يتطلب بناء الشراكات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالاقتصاد وتأمين مستقبل للأجيال القادمة. نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته واستضافته الكريمة ورعايته لهذا المؤتمر، ونجدد الإشادة بالإنجازات الكبيرة التي قامت بها مصر الشقيقة في مجال التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة. والشكر موصول للأمم المتحدة وجميع المنظمين لهذا المنتدى الهام الذي نتمنى له النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.